وزارة الزراعة تطرح الأضاحي في منافذها بتخفيضات تصل إلى 30%، ونقيب الفلاحين يوضح مواصفات الأضاحي السليمة، فما هي منافذ وأماكن منافذ الوزارة، وما أيضا موعد طرحها بالأسواق، وأيضا ما هي المواصفات الصحية للأضاحي. التفاصيل الكاملة نعرضها لحضراتكم من خلال هذه التغطية. مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، تتيح وزارة الزراعة في محافظات الجمهورية فرصة لتوفير الأضاحي بتخفيضات تصل إلى 30%، وذلك من خلال منافذها والتي يمكن للمواطنين الحجز من خلالها، حيث توفر في جميع منافذها الثابتة والمتحركة جميع مستلزمات عيد الأضحى المبارك. والحقيقة أنه دائما ما تطرح الوزارة سنويا الأضاحي الحية وتقوم ببيعها للمواطنين الذين قاموا بحجز الأضاحي مسبقا، ومن المقرر أن يفتح باب الحجز رسميا خلال الأيام المقبلة. وعن أماكن منافذ وزارة الزراعة التي يمكن من خلالها حجز الأضاحي، أولا منافذ الوزارة في القاهرة والجيزة، وهي منفذ الدقي شارع نادي الصيد، منفذ شباب الخريجين بالدقي أيضا بشارع نادي الصيد، منفذ الهرم بمحطة المطبعة، وحدة تقطيع مزرعة غطاطي من كفر غطاطي، شبرا منفذ جهاز التعبئة والإحصاء، وأيضا منفذ ميدان لاذغلي، ومنفذ وزارة العدل بالقاهرة، ومنفذ سوق العبور، ومنفذ الحي المتميز بمنطقة السادس من أكتوبر سوق الجملة، منفذ المعادي وكورنيش النيل أمام مستشفى السلام، منفذ القاهرة 15 مايو، منفذ القناطر بمحافظة القليوبية، أيضا منفذ ابن بيتك المنطقة الثانية، منفذ ابن بيتك المنطقة الرابعة عشر، منفذ سوق ابن بيتك بأكتوبر سوق الغلال منطقة أثر النبي، أوسيم شارع أبو قرن بمركز أوسيم. ثانيا منافذ وزارة الزراعة لحجز وبيع الأضاحي في المحافظات، وهي منافذ جزيرة الشعير بمحافظة القليوبية، وأيضا منافذ وزارة الزراعة بكفر الشيخ، ومنافذ وزارة الزراعة بمحافظة الشرقية، وأيضا منافذ مزرعة جزيرة شندويل بمحافظة سوهاج، مزرعة مشتل كفر الحمام بالشرقية، مشتل قها بمحافظة القليوبية، منافذ مزرعة البصيلي بمحافظة البحيرة، منافذ مزرعة طامية بالفيوم، منافذ مزرعة المطعنة بمحافظة قنا، وأيضا منافذ محطات البحوثي بمحافظة الإسماعيلية، ومنفذ العامرية بالجمرك بمحافظة الإسكندرية، ومنفذ سخا بمزرعة سخا بمحافظة كفر الشيخ، ومنفذ أبورديس أبو زنيمة بسانت كاترين. من جانبه قال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين إن الأضحية تعد من الأنعام، وهي تشمل الإبل والغنم والبقر والضأن البالغ 6 أشهر والماعز البالغ عمره عام، ولكل منهم عمر معين، فيشترط في الإبل أن تبلغ 5 سنوات والبقر 2، وأكد أيضا أنه يشترط أن تكون الأضحية خالية من العيوب، فتكون سليمة ليست عرجاء أو عوراء أو مريضة أو هزيلة. وأخيرا أوضح نقيب الفلاحين مواصفات الخروف السليم، وقال إنه يجب أن تكون له قرون سليمة وليست مكسورة وأذنه غير مقطوعة، ويجب أيضا أن يكون خالي من الأمراض الجلدية والبثور، وأن يكون الخروف نشيطا غير كسول. وأما الماشية فيستحسن أن يزن العجل نحو 350 كيلو جرام على الأقل. إلى هنا مشاهدينا الكرام تنتهي تغطيتنا، ولمزيد من المتابعات والتغطيات تابعوا موقع صدى البلد الإخباري. أشكركم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.